السلام عليكم أعزائي في قناة لونيكسيس جيمر مرة أخرى لشرح لعبة جديدة وهي لعبة وارفريم. وارفريم لعبة يعني اللعبة رائعة للحاسوب مرة أخرى، ومعكم مباشرة طريقة تحميل اللعبة. إذا مباشرة ندخل إلى google.com وتدخل بالأيدس متصفح كما العادة لنشرح طريقة تحميل اللعبة. الآن نأتي إلى هنا ونكتب وارفريم، سبق وكتبته هنا كما ترى. اضغط اوكي ندخل. سوف يظهر لك موقع انترنت اسمه warframe.com. ندخل الى هذا الموقع، ندخل الى الموقع مباشرة. اذا مباشرة عندما يظهر هذا هو الموقع اللعبة، يظهر لك معك موقع اللعبة. تختار هنا اللغة التي تريد، لديك هنا الفرنسية والاسبانية والكثير من اللغات، اتركها على الانجليزية كما هي ونضغط على play free now. عندما تضغط على play free now سوف يقول لك اين تريد يعني تشغيل هذه اللعبة. تريد ان تشغلها على البلاي ستيشن 4 او على جهاز الحاسوب او على جهاز النينتندو او النينتندو او اكس بوكس 1. اذا سوف نختار جهاز الحاسوب هكذا ثم نسجل في الموقع. اذا نختار، نقوم بكتابة البريد الالكتروني الخاص بنا. يمكنك ان تختار اي بريد الكتروني تريد ثم نعيد كتابة البريد الالكتروني. سوف نقوم بهذه الحركة كوبي وضغط هنا كولي. سوف اغير هذا الاسم وضع فيه الاسم الخاص الذي فضله، هو اسم الحساب الخاص بك هو اسم الحساب، ثم نضع هنا كلمة السر. وأعيد كتابة كلمة السر هنا. إذا ثم أقوم هنا ب الموافقة على الشروط، ثم أضغط على تحقق من، يعني تستحق لا تكون روبوت، يعني لن نكون نحن روبوت. بعد ان تظهر لك هذه الخضراء نضغط على جوان نو، هذه الحمراء هنا بالاسفل لكي ننهي التسجيل. اذا تبدو ان لدينا بعض المشاكل في التسجيل هنا. اضغط على F11 كي تظهر لنا الصورة كلها، ثم نجرب مرة أخرى نفس الأشياء. الاختيار الأول ليس مهما، أضع فقط على هذه الاختيارات الأخرى ثم التأكيد هنا. حتى تظهر لنا علامة الموافقة هي. إذا نضغط على جون نو نجرب مرة أخرى. هل تم قبول تسجيلنا أم ليس بات؟ إذن ضغطنا على F11 قبل أن نملأ المعلومات ونجحنا في التسجيل. جيد، إذا F11 هي الحل لهذه المشكلة. يقول لنا شكرا، إذن علينا أن ندخل إلى حسابنا كي نقوم بتأكيد الحساب. إذن ندخل مرة، نضغط مرة أخرى على F11 كي تعود إلينا القائمة، ها هي. إذن ندخل إلى الميل الخاص بنا. إذن من هنا سندخل إلى الجيميل الخاص بنا، أنت تدخل إلى الميل الخاص بك، أنا سأدخل الميل الخاص بي وهو الجيميل. سأدخل جيميل هكذا، gmail.com. انتظر خروج الصفحة. اذا الان تخرج لنا هذه الصفحة. اذا لم تخرج لك هذه الصفحة مثلا، نذهب الى كي تتضح الفكرة جيدا. ندخل الى google.com
كي تعرف طريقة الدخول. إذا لم تكن تعرف، إذن ها هي، نضغط على كونيكسيون هذه الزرقاء في موبايل بانكوم. ستظهر لنا نفس الصفحة. إذن هنا نكتب الميل الخاص بنا الذي سجلنا به في الموقع. أضغط على سويفون. ثم تضع هنا كلمة السر. إذا بعد أن نقوم بإدخال كلمة السر سوف يعيدنا إلى نفس المكان، لكننا قد دخلنا إلى الحساب. هل يمكننا الضغط على الجيميل هنا؟ نضغط عليها من هنا مباشرة، أو يمكنك أن تكتب gmail.com هنا. إنها نفس الطريقة. من هنا ندخل إلى الميل البريد الإلكتروني الخاص بنا. أنت يمكنك أن تدخل إلى البريد الخاص بك سواء كان هوت مايل أو ياهو أو أي، يعني على حسب البريد الإلكتروني الخاص بك. إذا حالما تدخل مباشرة سوف تجد هذه الرسالة التي جاءت من وارفريم، رسالة من اللعبة مباشرة. ندخل إليها. حالما تدخل الرسالة سوف تنزل بالماوس، تضغط هنا وتنزل بالماوس، سوف تجد هذا الرابط وهو رابط تأكيد الحساب. يجب أن تضغط على هذا الرابط. إذا نضغط عليه مباشرة كي نقوم بتأكيد حسابنا. ننتظر قليلا حتى تخرج صفحة التأكيد. إذا هي تخرج لنا هذه الصفحة وتقول لنا لقد تم تم تأكيد حسابك. إذا سوف نضغط مباشرة على داونلود ناو كي نقوم بتحميل اللانشر الذي سيحمل لنا اللعبة مرة أخرى كجميع الألعاب الأونلاين. إذا نضغط على هذه داونلود ناو، بعد أن تضغط على داونلود ناو سوف تظهر معك تحميل اللانشر 36 ميجا. نضغط على ستارت داونلود. يتم الآن تنزيل اللانشر الذي سيحمل لنا اللعبة. بدأ أن يتم تحميل اللعبة. سوف نتجه إلى مباشرة إلى المكان الذي وضعنا فيه اللعبة. إذا ندخل إلى أنا البرنامج الذي حملته موجود في هذا المكان. إذا هذا هو، سوف يظهر لك على هذا الشكل عندك عندما تدخل إلى. إذا نضغط عليه مباشرة كي نبدأ بتحميل اللعبة. سيكون علينا أولا تثبيت اللانشر وهذا ما سنقوم به الآن. سوف نقوم بتثبيت اللانشر. إذا يقوم الآن سوف تنتظره لبعض بضع ثوان أو بضع دقائق حتى يظهر لك يتحمل يعني يقوم بالتثبيت. سننتظر. إذا الأيقونة قد ظهرت معنا هنا. أظن أنه انتهى من تثبيت اللانشر الخاص باللعبة. إذا ستفتتح معنا اللعبة مباشرة بعد أن يقوم بتثبيت اللانشر. إذا يقول لي هنا أين سوف أضع الفولدر أو الملف الخاص باللعبة. إذا أنا سوف أضعه في، أنت تضعه في المكان الذي تحب، وأنا سوف أضعه في الديسك لوكال.
أضعه هنا. نعم سأضعه هنا وأضعه. سوف أصنع ملف جديد وسوف أسميه Warframe ثم أضغط OK. إذن لا يمكننا أن نقوم بتثبيته في ذلك المكان. يجب علينا أن سوف أضعه هنا وسوف أضعه في هذا المكان بالضبط. أضعه أوكي. إذن الآن سوف لدينا من الفرنسية سوف أغير اللغة هنا وسأضع الإنجليزية. نعم جيد. إذن الآن هنا سنلاحظ أنه يتم تحميل اللعبة الآن هنا مباشرة. سوف ننتظر إلى حين انتهاء تحميل اللعبة. هناك يمكنك الاطلاع على ما هو جديد هنا وبعض الاختيارات الأخرى Prime Access. يمكنك الاطلاع على هذه الأمور كلها. Lead Notes بعض المعلومات وغير ذلك. إذا هذا الذي يحمل معنا هنا هل هي لا أصدق أن اللعبة سريعة بهذا الشكل. يبدو أنها سوف تعيد التحميل بعدما أن ينتهي هذا. إذا لدينا هنا يمكنك أن تلعبها بالفول سكرين. إذا كنت تريد أن تلعب بالفول سكرين تضع المؤشر هنا، يعني تريد اللعبة أن تظهر في الشاشة كلها فإنك تضع المؤشر هنا. وهناك بعض الاختيارات الأخرى. نضغط أوكي. إذا ننتظر ماذا سيحدث بعد انتهاء دقيقتين من الأبديت. ربما الآن يقوم بتهيئة الملفات التي سوف تحمل لنا اللعبة. لأن يعني اللعبة لا يعقل أن تكون سريعة بهذا الشكل. سنرى ماذا سيحدث. إذا 99. إذا فنرى 100. دارت 100 الآن. Check any updates. إذا هناك كما توقعت تماما. الآن أظن أنه سيبدأ التحميل الحقيقي الآن. يقول لك هل أنت موافق على الشروط. سوف نضغط على أجري رغم أنها لا تظهر كلها لنا. لدينا أجري. سوف نضغط على أجري أي موافق على الشروط. أضغط مرة أخرى على أجري. موجودة هنا. يقول لنا عليك أن تقوم بتسطيب برنامج دايركت إكس. سوف نقول نعم رغم البرنامج. حجم صفحتك أو شاشتك. ننتظر هذه الصورة كي تختفي. إذا اختفت الصورة السوداء. عادت لنا صورتنا. إذا هناك انقطاع في اللانشر سوف نعيده. سوف نخرج ونعيد فتح اللعبة. إذا سوف نعيد الدخول. على الأقل أنها لا تتأخر في الدخول مثل لعبات League of Legends.
هذا يبدو أفضل. إذا اللعبة هنا تنتظر لأن تقوم بتثبيت برنامج ديريكت إكس، يعني يبدو أنه شيء ضروري جدا لتصطيب هذه اللعبة. إذا عوض انتظار البرنامج يجب أن ندخل إلى الملف الذي وضعنا فيه اللعبة، يعني الملف الذي ظهر لنا منذ قليل ووضعنا فيه اللعبة سوف نذهب إليه مباشرة. أنا وضعت اللعبة في هذا المكان بروجرام دونالد. إذا سوف أدخل إلى المكان الملف الذي أنشأته اللعبة، ثم أدخل هنا، أدخل مرة أخرى من بيبليك، ثم أضغط على هذه درايفرز، أضغط على درايفرز هذه ثم ديريكت إكس 9. هذا هو الملف الذي علينا أن نقوم بتصطيبه. إذا نضغط عليه لنقوم بتصطيبه يدويا. إذا لم يظهر معنا أوتوماتيكيا فسوف نقوم بهذه الخطوة. أضغط على أكسبت هنا ثم أضغط على نيكست ثم نيكست مرة أخرى، ثم ننتظر أن تثبيت يعني الديريكت إكس. بعد أن تنتهي الملفات نضغط على فينيش ثم نعود إلى اللعبة. إذا بعد أن قمنا بتثبيت ذلك البرنامج يدويا سوف نلاحظ الآن يتم تحميل اللعبة بنجاح. الآن قد بدأت اللعبة في التحميل ويبدو أن حجمها كبيرا تقريبا 26 جيجا. أي واو واو، حجمها 26 جيجا بايت، هذا كثير يا صديقي. سوف نحتاج إلى صبر طويل. إذا إخواني بالنسبة لهذه اللعبة فإنه مع الأسف اللانشر العادي فيه مشاكل كثيرة، لذلك فضلت نقوم بتحميل اللعبة عن طريق ستيم. وبرنامج ستيم هو مشهور وبرنامج يقوم بتشغيل الألعاب بدون مشاكل. إذا هذه هي اللعبة كما ترون، أقوم بتحميلها بواسطة ستيم، وهذا أفضل خيار إذا كنت لا تريد أن تواجهك مشكلة في هذه اللعبة، فمن الأفضل لك أن تقوم بتحميلها بواسطة برنامج ستيم. الآن وصلت إلى 24 جيجا، بقيت لنا 3 جيجا فقط لندخل إلى اللعبة ونستكشفها. إذا لقد تم تحميل اللعبة بنجاح، 27 جيجا فاصلة 5. كان وقتا طويلا. سوف نضغط على بلاي مباشرة لنلعب، لنجرب هذه اللعبة. بريبرين وينش، يتم الآن استعداد للدخول. بعد الضغط على بلاي في ستيم سوف يظهر لنا اللانشر بهذه الطريقة. سوف ننتظر التأكد من الملفات. إذا لا تنسى صديقي عندما تدخل إلى اللعبة قبل أن تدخل أن تدخل على هذه المنطقة. إذا كنت تريد من اللعبة أن تلعبها في الشاشة الكاملة فعليك أن تضع المؤشر في هذه الخانة، وهذه بعض الاختيارات الأخرى التي لا نعرف يعني بالضبط أهميتها. إذا تضع المؤشر هنا كي تلعب في الشاشة بكاملها. إذا كنت تريد أن تلعب فقط في نافذة، أن تلعب اللعبة عن طريق النافذة، فتزيل المؤشر هنا. إذا أنا أريد أن ألعبها في الشاشة بكاملها، لذلك سوف أضع المؤشر هنا وأضغط أوكي. إذا نضغط مباشرة على بلاي. إذا في البداية أعزائي المشاهدين، إذا الآن نحن على وشك الدخول إلى اللعبة واستكشافها لأول مرة، فتابعوا معنا. إذا أعزائي ندخل وهناك صوت عجيب في الخلفية. إذا هكذا تدخل إلى اللعبة. سيكون علينا هنا إدخال الميل الذي سجلنا فيه في الموقع، ثم كلمة السر التي سجلناها في الموقع. إذا
لأن البريد الإلكتروني اللي سجلنا فيه في الموقع كلمات السر التي سجلناها في الموقع. ثم اضغط على طلعوا من صوت مرعب يا اصدقاء. هذا غير الطريقة التي تدخل فيه اللعبة، انها طريقة ممتازة جدا ورائعة. انظر الى هذه السفينة التي تلتوي في الفضاء، شيء جميل جدا، منظر رائع. اظن ان هذه قصة اللعبة. على أسف لا يمكننا أن نقوم بتخطي هذه الأمور، لا يمكننا تخطي هذه القصة، سيكون عليك متابعتها حتى النهاية. لابد أن تشاهد هذه الأشياء، على أسف سوف نشاهد. جعلها من سفينة عملاقة. هل هذا هجوم؟ قال له ماذا تفعل هنا؟ لا يجب عليك ان تكون هنا. لقد صعقه بالكهرباء. هذه من بداية تكون مبشرة بالخير. قال الاخوتين قد ارسلوا الكوموندر الخاص بهم. اي اخوتين؟ To protect the twisted crusade they have begun. To transform the scattered colonies into an empire. To see that the Tenno, hidden and asleep, will never awake. كتبوا احضروا لي الطعام. كنت امزح. ما هذا؟ انظر الى هذا. لقد وضع شيئا من صدره، وضعه في الآلة. اذا اللعبة فيها ثلاث اقسام، وفي كل قسم فيه اربع تخصصات. اذا مثلا ولدينا اكس كاليبور، مثلا اكس كاليبور لدينا اكسالتيد بليد، ويعطونك خصائص كل واحدة. ثم لدينا راديان جافلين، ثم لدينا راديال بلاند، ثم لدينا سلاش داش. هذا يتميز بسرعة السرعة. ثم لدينا القسم الثاني وهو الماك. الماك غالبا يكون السحرة او السحر. الماك كما نرى اذا في اربعة اقسام مرة اخرى. لدينا هذا كروش، ما هو؟ اظن يستخدم مسدسات اكثر على ما يبدو. ثم لدينا الفلاريز، ثم لدينا ماغنيتيز، ماغنتايز. يعطونك في الصورة مهاراتي. ثم لدينا بول. إذا لدينا القسم الثالث وهو الفولت. فولت أظن أنه سمي بهذا الاسم لأنه يضرب بالكهرباء بشكل معروف بالكهرباء. هذا القسم فيه الديسشارج،
منظور القوى الهائلة. يقولون هنا فيما هو مكتوب، يقولون بأن هذا القسم هو يعني إلكتريك شيلد، لأن لدينا سبيد والسرعة، قسم للسرعة أيضا سرعة الضوء يعني، ثم لدينا الشوك. جيد، أنا سوف أختار، لا أحب أن أضرب بالضوء بالكهرباء، سأختار ديال جافلين. سأختار هذا، هل يمكن أختارها هنا الآن؟ إذا ضغطنا على الباسيف ماذا سيحدث؟ يقول لك المهارة تركز على زيادة القوة. جيد، صدقت. إذن سأختار ديال جرين، لا أظن أنه ليس هذا المكان الذي نقوم فيه بالاختيارات. إذن سوف أتذكر راديان جافلين ثم أضغط على كونفيرم. واو، كنت أنا داخل ذلك الصندوق من طريقة جديدة في اختيار الشخصية. لكن هناك اختيار تفاصيل الوجه مع الأسف. قال له أنت هديتي الآن، هل أصبحت هديتك؟ كيف ذلك؟ لا يمكنني أن أصبح بهذا. قال له لا، لا تطلق عليه النار. قال لهم سنأخذه معنا. ما هي هذه الآلة التي تتحدث معي؟ لست أفهم. واو، لا يتحرك الآن. هذا شيء جميل جدا، سيكون علي قتل جميع هؤلاء وعلينا نتحرك بسرعة. حركات ممتازة، انظر لهذا. الليل نضرب بالكهرباء، شيء رائع. البوابة مسدودة مغلقة، سيكون علي أن أقتل كل الأشخاص يعني. لقد فتحت الآن البوابة، سيكون علي القفز هنا واختيار الأسلحة. لدينا هنا السيف أيضا. رائع، السيف هذا يبدو لي أفضل. سوف أتحرك مباشرة. هذه بوابة. خذ هذه، خذ هذا، شيء رائع. يا لهم شقلبات ممتازة، هذا شيء حماسي جدا. هذه الليلة سيكون علينا أن نقتل هؤلاء جميعهم. وهناك ذلك الصوت الذي يخبرنا بما نفعل، بماذا سنفعل. نختار هنا السلاح، لدينا وجدنا السلاح في الصندوق. نقتل هؤلاء، نتحرك بسرعة. كذا يخدعني. انظر الى هذه السرعة الرائعة وطريقة التحرك الجميلة جدا. يمكنك البحث في هذه الخزانات، دائما تضرب مثل هذه الاشياء، صندوقك اسرع. مثل هذه الاشياء تجد فيها المواد المساعدة تساعدك في القتال. لقد وصلت الان الى تقريبا المنتصف. ما هذا؟ هناك سفينة كانت قد أتت في تنقذني. مع الأسف. قالوا بأنه لا يمكنك قتاله الآن، سيكون عليك الهروب منه فقط. لذلك سوف نهرب من ذلك الوقت. قال لهم هذا الشخص أقوى من الآخرين. يبدو أنني
وعد من فصيلة مميزة. هذا الصوت يخبرك بمكان الذي تذهب إليه. لن نقتل هؤلاء بسرعة كي نهرب من هنا. الكثير من الحماس في هذه المرحلة. قالوا بأنه علي أن أهرب الآن وسوف أقاتله لاحقا. يبدو أن اسمي هو التنو. انظر الجري جري فوق على الحائط. جميل. انظر لهذه الحركة. كسرت عنقه. رائع جدا. هناك أسلحة جديدة وجبنا بعض الأسلحة الجديدة. وهذا رائع. جيد. لدينا هنا السلاح ونستعمله قليلا. خذ هذه. خذ لك هذه ايضا. عندنا اللعبة في منتهى الحماس في منتهى الاكشن. فيها الكثير من الاكشن. قتل بالسيف بالاسلحة بالضرب بالمراوغة والسرعة. هذا شيء جميل لمن يحب الاكشن. انظر لهذا. كسرت عنقه يا صديقي. Disengage the suppression system so we can restart the ship. You'll have to bypass the security on that. يبدو أنني وصلت إلى سفينة خاصة. رائع. Stop touching me, you. What? Are my senses deceiving me? هذه صوت سفينة تتحدث إلي. قالت بأنها تعرفني. السفينة تعرفني. سيكون علي أن أدافع عن السفينة كي لا تتضرر بينما تستعيد قوتها أو طاقتها. سوف نقوم بإبعاد هؤلاء عن السفينة. سنقتلهم جميعا. سيكون علينا دائما إبعاد الضرر عن السفينة. إذا تعال أنت هنا. خذ. إذن علينا دائما أن نقتل هؤلاء حتى تكون السفينة مستعدة للإقلاع. إذن قد انتهت. رائع. جميل جدا. قد هربنا منهم أخيرا. نجحنا في الهروب. إذا هذه المرحلة تعتبر مرحلة البداية. مرحلة التدريب. تتدرب وتتعلم الأساسيات في البداية. وهذه هي السفينة. أنا داخل سفينة الآن. أحببت هذه السفينة. لا تتحدث إليك. هناك كراسي. السفينة كبيرة. انظر لهذا. جميل جدا. كل الآلات تتحدث إليك وتوجهك وتعلمك ما يوجد في السفينة. إذن هذا كل ما لدينا اليوم فيما يتعلق بلعبة وارفريم. فلا تنسى الضغط على اشتراك والإعجاب ونشر الفيديو. وشكرا وإلى اللقاء. إلى فيديو جديد.